بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل حامد الشمري ولضيوف الكرام. أنساتي سادتي مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة كويت سبورت، طابت أوقاتكم بكل خير، مساء الخير. هنا من استاد نادي الكويت في كيفان ولقاء الجولة 20 بين القدسية المتصدر وصليبيخات صاحب المركز التاسع. القدسية اللي في صدارة الترتيب ب 47 نقطة خلف الكويت والسالمية بعد التعادل أمس بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق. أصبح القدسية متصدر بفرق نقطتين، وفي حال انتصاره على الصليبيخات في هذا اللقاء المهم للغاية للقدسية سيصل الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين الكويت والسالمية أبرز ملاحقينه، مع العلم أن الكويت لعب مباراة أقل من القدسية. كذلك الصليبيخات صاحب المركز التاسع ب 18 نقطة، في حال فوزه سيصل إلى المركز السابع ويتخطى الفحيحيل والساحل ويصل للنقطة الواحدة والعشرين. حكام اللقاء حكم الساحل عبد الله الكندري، والمساعد الأول خالد البديوي، المساعد الثاني سعود الشمالي، والحكم الرابع جاسم جعفر، ومراقب المباراة السيد جاسم العميري. القدسية على شمال الشاشة كما هو المعتاد بالزي الأصفر والأسود، زي الفريق الملكي اللي جمهوره حضر في هذا اللقاء، يأمل بأن يساند هذا الفريق لأن يصل إلى فرق 5 نقاط بينه وبين أقرب الملاحقين الكويت والسالمية. الصبيخات على يمين الشاشة بزي الاحتياطي الأبيض، والقدسية على شمال الشاشة بزي المعتاد. إذا بانتظار صافرة حكم المباراة الحكم عبد الله الكندري. تشكيلة الفريقين، القدسية يدخل هذا اللقاء بقيادة المدرب داليبور اللي خلف المدرب الوطني راشد بديح. في حراسة المرمى الحارس المخضرم العائد بقوة لنادي القدسية نواف الخالدي، خط الدفاع المكون من 4 لاعبين خالد إبراهيم وصوماليا، على اليمين ضاري سعيد، وعلى الشمال سلطان العنزي اللي اعتاد أن يلعب في خط المنتصف. في منتصف القدسية يلعب طلال العامر وفهد الأنصاري، وأمامه على اليمين عبد العزيز المشعان، وعلى الشمال سيدوبا، وتحت المهاجم بدل المطوع، والمهاجم القادم من بحيحيل إيفان. الصليبيخات يدخل هذا اللقاء بقيادة العمدة عماد سليمان. في حراسة المرمى داود الخالدي، خط الدفاع المكون من 5 لاعبين نبدأ بمحمد العنزي ولاسي عبد الله عشوان كقلوب دفاع، وعلى الناحية اليمنى يلعب عبد الرحمن الرفاعي، وعلى الشمال مجيد طلال. هنا كرة ومحاولة للقدسية، ولكن الكرة الأولى والتسديدة الأولى للقدسية كانت مباغتة لحارس الصليبيخات داود الخالدي، ولكنها ذابت بعيدة عن شباكه وشباك فريقه. على اليمين عبد الرحمن الرفاعي، وعلى الشمال مجيد طلال. في خط المنتصف 3 لاعبين تغيم الرشيدي هاشم الرامزي والعاجي كوليبالي، وفي خط الهجوم بدل المطيري ومشعل إذياب. إذا صافرت الحكم تنطلق، وبعد كرة أولى للقدسية عن طريق بدل المطوع وكانت أول تسديدة في هذا اللقاء، بعد مرور أقل من دقيقة القدسية يأمل بأن يسجل مبكرا حتى يقلل الضغط، لأن كل ما مرت الدقائق الصليبيخات سيأخذ الثقة أكثر وأكثر، وقد يسبب الإحراج لنادي القدسية كما سبب الإحراج لنادي السالمية وتعادل معه بهدف لهدف. خطأ الآن لمصلحة نادي الصليبيخات، وعلى التنفيذ مشعل ثياب يلعب التمريرة ناحية مجيد طلال. كرة ومحاولة خطيرة لمصلحة الصليبيخات، مجيد طلال يلعب العرضية، ولكن المتابعة من سلطان العنزي اللي بدوره يخرج الكرة إلى ضربة ركنية أولى في هذا اللقاء ولمصلحة الصليبيخات. الصليبيخات صاحب المركز التاسع، القدسية المتصدر، لقاء من أجل أن يتربع القدسية أكثر وأكثر على الصدارة وأن يبتعد عن المنافسين. الصليبيخات من أجل أن يثبت أن مستواه في تطور أكثر فأكثر بعد مرور الجولات. هنا كرة وضربة ركنية لمصلحة الصليبيخات. الصليبيخات في حال الانتصار سيتقدم مركزين. هنا كرة ومحاولة لمصلحة الصليبيخات رأسية، ولكن الإبعاد من دفاع نادي القدسية خالد إبراهيم اللي يعلي كرة طويلة، ولكن المتابعة من دفاع الصليبيخات. تصل كرة لمشعل ذياب، مشعل يوقف على كرته يغير اتجاه اللعب ناحية بدل المطيري. كرة ومحاولة خطيرة لمصلحة الصليبيخات لو تستغل، ولكن المتابعة من سلطان العنزي
اللي يكسب خطأ. سلطان العنزي ظهير الأيسر لدالي باور في هذا اللقاء يكسب خطأ من خيرة لاعبين الوسط. سلطان العنزي تصل الكرة الآن طلال العامر لرشيد صوماليا لاعب المنتخب الغاني. رشيد يلعب كرة طويلة ناحية إيفان والمتابعة من ادغيم الرشيدي. تصل الكرة الآن ولاسي الرامزي يلعب كرة طويلة ولكن كرة أغرب لدفاع نادي الغاتية. رشيد صوماليا لحضور الجمهور الملكي جمهور القادسية في هذا اللقاء اللي يحضر ويدعم فريقه بكل السبل وتشجيع، والرابطة كذلك متواجدة لدعم هذا الفريق اللي واجه ظروف صعبة وانتقادات كثيرة، ولكن القادسية بمن حضر والقادسية بلاعبيه. القادسية اللي يتصدر الدوري بعد انتقادات كثيرة على القادسية هذا الموسم وخروجه من كأس ولي العهد وخسارته لكأس السوبر وموضوع المحترفين، ها هو القادسية يعود ويسكت جميع المنتقدين ويتصدر الدوري رفقة دالي بور اللي بالأساس كان مدرب لياقة ولكن أثبت أنه يملك العديد من المهارات التدريبية ويملك كذلك الخبث التكتيكي اللي وضع القادسية في صدارة الدوري. خطأ لمصلحة القادسية على تنفيذ بدر المطوع. بدر يلعب كرة طويلة ناحية خالد إبراهيم ولكن الإبعاد من دفاع الصليبيخات لتصل إلى أول ضربة ركنية لمصلحة القادسية في هذا اللقاء. القادسية يحاول أنه يضغط يحاول أنه يسجل هدف مبكر. 4 دقائق مرت إلى الآن، التعادل السلبي لا يزال هنا لعادل. اللقطة الأخيرة لبدر المطوع اللي نفذ الخطأ وكانت المحاولة من خالد إبراهيم ولكن مدافع الصليبيخات عبد الله عشوان يبعد هذه الكرة عن شباك فريقه. ضربة ركنية لمصلحة القادسية. بدر المطوع يلعب الضربة الركنية ولكن الإبعاد مجددا من دفاع الصليبيخات عن طريق ولاسي. ولاسي يبعد الكرة وتعود إلى رمية جانبية لمصلحة القادسية. عبد العزيز المشعل يرجع الكرة بالخلف. طلال العامر لضاري سعيد الظهير الأيمن لنادي القادسية. ضاري يرجع كرة بالخلف. القادسية يبحث عن حل لأن يسجل أول أهداف هذا اللقاء. خالد إبراهيم طلال العامر يلعب التمرير لسلطان العنزي. سلطان تعود للكرة مرة أخرى لطلال العامر. طلال العامر يلعب التمريره ناحية ضاري سعيد يغير اتجاه اللعب وخطأ يحتسبه حكم اللقاء عبد الله الكندري لمصلحة القادسية. وأمامك المدرب دالي بور يعطي تعليماته للقادسية ويأمر الفريق بالتقدم أكثر من أجل أن تأتي الفرص، وإذا أتت الفرص قد يأتي الهدف لمصلحة القادسية. خطأ وإعادة الخطأ لمصلحة ضاري سعيد وعلى تنفيذه كالعادة بدر المطوع. خطأ لمصلحة القادسية. بدر المطوع على التنفيذ. بدر يلعب كرة طويلة ناحية ضاري سعيد ولكن الرأسية كانت من رشيد صوماليا وليس ضاري سعيد ولكنها ذهبت بعيدة عن شباك الصليبيخات وحارس الصليبيخات داود الخالدي. أمامك لعادة للكرة الأخيرة بدر المطوع وعرضية ممتازة ناحية رشيد صوماليا ولكن رشيد لم يحسن استغلال الكرة الأخيرة. وهنا العمدة عماد سليمان مدرب الصليبيخات وبدوره كذلك تعليمات لي فريقه. تصل الكرة الآن مجيد طلال. مجيد محاولة مراوغة من أكثر من لاعب مجيد ولكن المتابع من فهد الأنصاري اللي يفتك هذه الكرة تعود إلى سيدوبا. سيدوبا بدوره يلعب الكرة لإيفان. إيفان أمامه مساحة يلعب الكرة لبدر المطوع. كرة خطيرة محاولة خطيرة لمصلحة القادسية ولكن إيفان أراد أن يتبادل الكرة مع بدر المطوع ولكن افتكت الكرة من إيفان وتعود الكرة للقادسية عن طريق الرمية الجانبية. رمية جانبية لمصلحة القادسية. ضار سعيد على تنفيذ هذه الرمية الجانبية. ضار سعيد فهد الأنصاري. ضاري يمرر الكرة ناحية بدر المطوع. الأنصاري مرة أخرى لضار سعيد محاولة واللعب تحت ضغط مدافعين نادي الصليبيخات ويكسب خطأ ضار سعيد. خطأ لمصلحة ضار سعيد. الخطأ الثالث في هذا اللقاء لمصلحة ضاري سعيد منذ بداية اللقاء. أكثر لاعب حصل أحلى الأخطاء ضاري سعيد
لتوقلاته واجتهاداته في الجهه اليمنى لنادي الغاتيه. بدل المطوع يلعب الكره العرضيه والابعاد من دفاع نادي صيبغات، تصل الكره محاوله ولكن الابعاد من مدافع صيبغات عبد الله عشوان اللي كان من الممكن ان يسجل في شباك حارسه داوود الخالدي اللي بدت عليه علامات التعجب من تصرف المدافع عبد الله عشوان. كره عرضيه ومحاوله لمصلحه الغاتسيه، سلطان العنيزي يلعب العرضيه ولكن العرضيه تصل ليد الحارس داوود الخالدي. تصل كره الان ومحاوله لمصلحه الغاتسيه، الانصاري تمريره، كره خطيره لمصلحه الغاتسيه، محاوله تصل ليفان والتصدي والمتابعه من المشعان ولكن تصل الكره سهله الان للحارس داوود الخالدي. كره جميله جدا لمصلحه الغاتسيه ولكن الاستغلال لم يكن بالشكل المناسب، لم يكن الاستغلال بالشكل المناسب. مشعل الذياب يسقط على ارضيه الميدان، القادسيه يواصل اللعب ولا يخرج الكره، لكن بعد ذلك عبد العزيز المشعان بكل روح رياضيه يخرج الكره للاطمئنان على سلامه لاعب وقائد صليبيخات مشعل الذياب. فرصه خطيره لمصلحه القادسيه، تبادل الكرات ممتاز بين فهد الانصاري واسيدوبا وبعد ذلك العرضيه صدت لتصل لايفان في مكان خلاص، يعني ايفان كان من الممكن يسجل اول اهداف. لاحظ سيدوبا لانصاري لسيدوبا مره اخرى، سيدوبا يحاول يمر وعرضيه ولكن تمر تصل لايفان سهله ولكن التصدي من داوود الخالدي وبعد ذلك المتابعه من عبد العزيز المشعان، تصل الكره سهله لاحضان داوود الخالدي. يستمر اللعب، تصل الكره الان طلال العامر لفهد الانصاري، مشعل الذياب يستكمل هذا اللقاء رفقة زملاء. تصل الكرة الآن المشعان يحاول الرامزي، تصل لكوليبالي، كوليبالي ولكن المتابعة من خالد إبراهيم لحارس مرمى نواف خالدي، تصل لخالد إبراهيم. تمرير الكرة للغاني رشيد صوماليا لضاري سعيد، محاولة لمصلحة الغاتسية، تبادل الكرة بين لاعبي القادسية، تصل الآن لخالد محمد إبراهيم. خالد محمد إبراهيم محاولة ومراوغة من سلطان العنزي، سلطان العنزي يلعب تمريرة لعبد العزيز المشعان بدل مطوع، تصل الآن الكرة لإيفان، إيفان يحاول يمر، إيفان يمر من أكثر من لاعب، يلعب تمريرة لعبد العزيز المشعان اللي بدوره يراوغ ويكسب خطأ في مكان غريب جدا، خطأ في مكان غريب جدا. من الممكن للقادسية أن يستفيد من هذا الخطأ وأن يسجل أول الأهداف. أمامك الإعادة، إيفان بعد مجهود فردي غاية بالروعة يستكمل المجهود الفردي كذلك عبد العزيز المشعان ولكن الخطأ من مشعل إذياب، خطأ في مكان غريب وخطير جدا على الصيبيخات. خطأ لمصلحة القادسية. داوود الخالدي وتوجيهات للحائط البشري الأغرب للتنفيذ كما جرت العادة بدر المطوع. خطأ لمصلحة الغاتية وبانتظار صافرة الحكم عبد الله الكندري. بدر المطوع أمام الكرة، حائط بشري من خمس لاعبين لنادي صليبيخات وداود الخالدي يترقب وبدل المطوع وجمهور القادسية كلها يترقب هذه الكرة، صافرة الحكم عبد الله الكندري وتسديدة بدل المطوع ولكنها خيبت ظن جمهور القادسية اللي كان يظن بأن هذه الكرة قد تكون أول أهداف المباراة ولكن تسديدة بدل المطوع كانت إلى خارج أرضية الميدان لتعود الكرة لمصلحة صليبيخات عن طريق ضربة مرمى. اتغيم الرشيدي والسودوبا ولاسي أكثر من لاعب ظهر أمامك على الشاشة، وهنا طلال العامر كرة طويلة سيدوبا، تصل الكرة محمد العنزي، كرة طويلة ناحية مجيد طلال ولكن المتابعة من ضاري سعيد اللي يبعد الكرة لتصل إلى رمية جانبية لمصلحة صليبيخات، جانبية لمصلحة صليبيخات. ضاري سعيد ظاهر أمامك على الشاشة، العمدة عماد سليمان وتعليماته، وهنا مجيد طلال لاعب الأسبق في نادي القادسية الظهير السريع جدا مجيد طلال. خطورة صليبيخات دائما ما تأتي من الجهة
الشمالي اللي يكون فيها مجيد طلال وبمعاونة من بدر المطيري ومشعل إذياب. رشيد صوماليا إمارة الكرة لخالد محمد إبراهيم. خالد سلطان العنزي. سلطان يلعب كرة طويلة ناحية إيفان ولكن المتابعة من دفاع نادي الصليبيخات. كرة طويلة إبعاد من خالد محمد إبراهيم. طلال العامر بدور يرجعها للخلف لرشيد صوماليا. رشيد الأنصاري لرشيد صوماليا. تمريرة ممتازة ناحية طلال العامر. طلال يتقدم. طلال يحاول أن يجد زميل متاح يلعب التمريرة اللي بدل مطوع اللي بدوره لإيفان. إيفان إيفان يمر. إيفان كرة خطيرة لمصلحة القاتية تصل ولكن المتابعة المتابعة وتصل الآن الكرة إلى خطأ لمصلحة الصبيخات على بدر المطوع والخطأ لمصلحة عبد الله عشوان. نمط الإعادة إيفان بمهارة امر من امام عبد الله عشوان يلعب العرضيه تصد والمتابعه من شيدوبا وبعد ذلك يكسب خطا عبد الله عشوان يعلن عنه حكم اللقاء عبد الله الكندري. خطا لمصلحه الصبيخات. الخالدي يلعب كره طويله بدل المطوع. متابعه من مجيد طلال وخطا لمصلحه القادسيه. ربع ساعة أولى مرت أو نقترب من مرور ربع ساعة أولى سريعة جدا بين القادسية والصليبيخات. بدل مطوع يلعب التمريرة ولكن ولا شيء بعد هذه التمريرة. تصل الآن لمصلحة القادسية. رشيد صوماليا ضاري سعيد لرشيد صوماليا يغير اتجاه اللعب لسلطان العنزي. سلطان كرة طويلة ناحية عبد العزيز المشعان لسلطان. طلال العامر بالكعب تصل لسيدوبا يرجعها لطلال العامر يلعب كرة طويلة ناحية ضاري سعيد اللي بدوره يمر الكرة لبدل المطوع. إيفان بدل المطوع ولكن الإبعاد من دفاع الصليبيخات المتمركز بشكل جيد لكن التمريرات السريعة من الممكن أن تباغذ الصليبيخات وهنا خطأ خطأ فظيع في دفاع الصليبيخات بين والاسي وعبد الله عشوان او عبد الرحمن الرفاعي. تصل الان الكره بدر المطوع. بدر في محاوله امر من اكثر من لاعب. بدر كره خطيره للقادسيه. بدر المطوع لا تزال ولكن التسديده في المرمى. نعم جول جول للقادسيه. القادسيه الملكي يسجل اول الاهداف عن طريق بدل المطوع. اي مهاره لبدل المطوع مرور من اكثر من لاعب يباغ الدفاع الصليبيخات وكذلك حارس مرمى الظاهر امامك على الشاشه داود الخالدي. وهنا فرحه نواف الخالدي وهنا القائد قائد الملكي قائد الزعيم الملكي بدل المطوع اللي يمر من اكثر من لاعب. لاحظ بدر هنا مراوغه بين لاعبين يدخل وكذلك من اللاعب الثالث يروض كرته بدل المطوع كان يطالب لاعبي الصليبيخات بأن الكرة خرجت ولكن الكرة لم تخرج بكامل محيطها ويباغت حارس للصليبيخات ويسجل أول أهداف. مهارة عالية من بدر المطوع. بدر الكرة الكويتية لاحظ بدر المطوع يا السلام في شباك داود الخالدي. داود الخالدي يستقبل أول أهداف اللقاء بمهارة اللاعب الفذ اللي ظهر أمامك على الشاشة بدر المطوع. اشتعلت الآن بين القادسية والصليبيخات أول الأهداف. هنا جمهور القادسية الغاية في الفرح بعد أن تسجل بدل المطوع أول أهداف. كرة محاولة لمصلحة مشعل ذياب يمر لها ناحية بدل المطيري. بدل المطيري يحاول يمر من أكثر من لاعب لا تزال الكرة ولكن الإبعاد من طلال العامر. تصل الآن الكرة سلطان العنزي. سلطان العنزي ناحية عبد العزيز مشعان لو مر راح تكون خطيرة جدا على الصليبيخات لكن يرجع أنصاري اللي يلعبها لسلطان العنزي بدوره. سجل القادسية الآن كرة ومحاولة خطيرة. كرة محاولة خطيرة إيفان 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 ولكن راية راية على المحترف إيفان. إيفان كان في مصيدة التسلل. كان هناك حل لإيفان لو ترك الكرة لسيدوبا اللي كان منطلق كذلك ناحية
شباك للصليبيخات ولكن بأنانية من إيفان. هنا الإعادة للهدف وهنا إيفان حاول مرلو تركها لسيدوبا لقطه بقت هي من هدف ثاني هدف الاطمئنان. 18 دقيقة القادسية متقدم نواف الخالدي لرشيد صوماليا. رشيد يلعب التمريرة لضالي سعيد. ضالي سعيد هدف مقابل لا شيء سجله بدل المطوع اللي مع الكرة الآن. بدل المطوع يحاول يمرر ويكسب الصليبيخات رمية جانبية. أي مهارة وأي لاعب كبير ظاهر أمامك على الشاشة بدل المطوع اللاعب المحبوب من جمهور الكرة الكويتية عامة وليس فقط جمهور القادسية، لكن بطبيعة الحال له مكانة خاصة في قلوب جمهور القادسية. يا ما أفرح القادسية وكذلك يا ما أفرح الكرة الكويتية. تصل الآن كرة ومحاولة لمصلحة إيفان. إيفان يحاول يمر من أمام ولاسي أعتقد بينها ضربة جزاء، ولكن حكم اللقاء لا يحتسب ضربة جزاء لمصلحة إيفان. الآن تصل الكرة لبدل المطوع، كرة خطيرة، بدل المطوع يحاول يمر من أمام ولاسي، يلعب الكرة العرضية والمتابعة والإبعاد من دفاع الصليبيخات. تمريرة خاطئة ولكن المتابعة، لكن الكرة خرجت، يعني كانت واضحة التمريرة خاطئة من البداية. أمامك الإعادة لإيفان من أمام ولاسي، المسك واضح والشد واضح والسقوط داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم اللقاء عبد الله الكندري لم يحتسب خطأ، أو عفوا خطأ ماذا؟ خطأ وين وإحنا وين؟ كان من الممكن احتساب ضربة جزاء لمصلحة القادسية ولمصلحة إيفان. تصل الكرة الآن لمصلحة رشيد صوماليا لضاري سعيد. ضاري كرة طويلة من ضاري سعيد، المتابعة مجيد طلال. مجيد طلال تفتك الكرة، لا تزال مع نادي الصليبيخات. مشعل ذياب بمهارة يمرر الكرة ولكن تفتك، وبدل مطوع ينتظر قرار الحكم استكمال اللعبة أو خروج الكرة لخارج أرضية الملعب لإطمئنان على لاعب الصليبيخات الساقط أمامك على الشاشة. بدل مطوع وهنا افتكاك الكرة من طلال العامر، وهنا داليبور المدرب اللي خلف راشد يبدأ يح رأيته بنتائج كبيرة إلى الآن بالنسبة للقادسية. صدارة للقادسية في الدوري، فوز على العربي في الديربي الكرة الكويتية، كذلك فوز على السالمية بأربع أهداف مقابل لا شيء. داليبور يسعد جميع جماهير القادسية إلى حد الآن في دور الثمانية في كأس الأمير. سيواجه كاظمة اللي أخرج القادسية في كأس ولي العهد، يواجه مجددا القادسية في كأس الأمير حفظه الله ورعاه في دور الثمانية. رشيد صوماليا لانصاري لضاري سعيد بدل المطوع. الأنصاري يحاول أمام أكثر من لاعب، تفتك الكرة وتخرج الكرة على الصليبيخات، أعتقد كانت واضحة على مجيد طلال لكن حكم اللقاء يعطي الجانبية لمصلحة الصليبيخات. تفتك الكرة تعود للقادسية. سيدوبا مرور غاية في الروعة من سيدوبا، يلعب التمريرة لسلطان العنزي. سلطان يتقدم يلعب لي عبد العزيز المشعان، فرصة الآن لمصلحة القادسية قد تكون خطيرة لو استغلت. عبد العزيز المشعان لبدل مطوع، بس خلاص ما دام وصلت لبدل مطوع أصبحت خطيرة. المشعان للأنصاري ولكن تسديدة الأنصاري إلى خارج أرضية الميدان. كرة عند بدل مطوع لابد أن تكون خطيرة لمصلحة القادسية. تبادل الكرة مع المشعان اللي أتت الكرة، لاحظ هنا بدل مطوع المشعان لفهد الأنصاري، تسديدة فهد الأنصاري لكنها إلى خارج أرضية الميدان. لقاء الذهاب بذات النتيجة الظاهرة أمامك على الشاشة، انتصر القادسية
على الصليبيخات. كرة الآن ومحاولة لمصلحة القادسية. عبد العزيز المشعان أمام أكثر من لاعب. عبد العزيز يلعب التمريرة غاية في الروعة لسيدوبا. سيدوبا لبدل المطوع. يا سلام الله على القادسية، الله على بدل المطوع، والله على عبد العزيز المشعان، والثنائية للقادسية. القادسية يختتم اللقاء مبكرا بهدفين، تشجيع غاية في الروعة من جمهور القادسية الحاضر في هذا اللقاء، وأداء أكثر من رائع لفريق داليبور للزعيم الملك القادسية. هنا سيدوبة، وهنا بدل المطوع، وهنا المشعان. يا السلام يا السلام على بدل المطوع وعلى عبد العزيز المشعان وعلى القادسية وعلى هدفين غاية في الروعة. القادسية هدفين للصليبيخات لا شيء إلى الآن. القادسية بكل عزيمة وإصرار دخل هذا اللقاء، اتيحت له فرص بالبداية لكن بعد صنع بمهارة، والمشعان بتسديده غاية في الروعة مباغتة لداود الخالدي. هدفين، كل هدف أجمل من الثانية. قادسية في هذا اللقاء. لعنزي الصليبيخات، كيف سيتدارك الوضع الصليبيخات؟ كيف للعمدة عماد سليمان أن يتدارك وضع الصليبيخات في هذا اللقاء؟ كرة طويلة من مجيد طلال، ولكن المتابعة من رشيد صوماليا. صوماليا لعبد العزيز أو لهذا طلال العامر لفهد الأنصاري لرشيد صوماليا لخالد إبراهيم. تبادل كرات بين لاعبي القادسية في هذا اللقاء. هدفين مقابل لا شيء. نصف الشوط الأول مر ولا يزال القادسية والمتقدم من دون أي ردة فعل لنادي الصليبيخات. تصل الكرة الآن، خلاص صارت خطيرة. بدل مطوع مر، بدل مطوع، تمريرة لإيفان. إيفان إيفان يفسد الهجمات لنادي القادسية. إيفان يفسد هجمات لنادي القادسية. هنا الآن الكرة ومحاولة إيفان. لاحظ إيفان ماذا يفعل إيفان في هذه الكرة، ولكن تفتك الكرة، تعود الآن لمصلحة الصليبيخات. مرتدة قد تكون خطيرة، ولكن تمريرة طالت على بدل المطيري لتخرج الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة القادسية. سيدوبا بدل المطوع على طول لمن؟ لعبد العزيز المشعان، والكرة في الهدف، الكرة في المرمى، وهدف ثاني لمصلحة القادسية. هدف ثاني لمصلحة القادسية. تصل الآن الكرة، بدل المطوع، خالد محمد إبراهيم لرشيد صوماليا. طبعا نواف الخالدي مختفي منذ بداية اللقاء من دون أي كرة، يعني حقيقة الصليبيخات في هذا اللقاء. تصل الآن الكرة ومحاولة لمصلحة الصليبيخات. مجيد طلال، مجيد كرة طويلة ناحية بدر المطيري. بدر يطالب بخطأ، حكم اللقاء لا يعلن عن شيء. تصل الكرة الآن لمصلحة القادسية مجددا. رشيد صوماليا لسيدوبا، سيدوبا اللي بدور يرجع الكرة لخالد محمد إبراهيم. رشيد صوماليا، طلال العامر، القادسية سجل الهدفين، الآن يحاول أن يسجل الهدف الثالث، لأنها القادسية يحاول أن يسجل الهدف الثالث ليطمئن أكثر فأكثر. فنتيجة هدفين من الممكن أن يسجل الصليبيخات في أي لحظة، وقد يبعث اللقاء من جديد. تصل الآن الكرة، المحاولة لمصلحة القادسية، ولكن الإبعاد من عبد الله عشوان، وتخرج الكرة لرمية جانبية لمصلحة القادسية. لقاء سريع جدا، نقترب من نصف الساعة. قادسية هدفين، بدل المطوع وكذلك عبد العزيز المشعان سجلوا للقادسية. سلطان العنزي يلعب التمريرة لإيفان. إيفان سيدوبا، سلطان العنزي، كرة محاولة للقادسية تصل لسيدوبا، يحاول انه يمر لإيفان، ولكن تفتك الكرة من دفاع نادي الصليبيخات ورشيد صوماليا بحركة ذكية من خالد محمد إبراهيم. رشيد صوماليا يفتك هذه الكرة. تصل الآن ذار سعيد، طلال العامر للأنصاري، فهد الأنصاري، محاولة من فهد الأنصاري ويكتسب خطأ من أمام المدافع محمد العنزي. قاطع لمصلحة القادسية، هدفين للقادسية لا شيء للصليبيخات.
القدسية هو المستحوذ، القدسية صاحب الفرص الأوفر في هذا اللقاء، القدسية المتصدر، القدسية اللي يقترب من فارق 5 نقاط بينه وبين السالمية والكويت. تصل الآن الكرة، سلطان العنزي، سلطان ولكن خطأ على سلطان العنزي من حكم اللقاء عبد الله الكندري، ممكن المدافع الضخم محمد العنزي في الاحتكاكات المباشرة من الصعب أن تمر من أمام محمد العنزي. كوليبالي لبعاد من رشيد صوماليا، تهيئة الكرة من فهد الأنصاري على مرتين، هي الكرة في رأسه كما يحلو لجمهور القادسية تسمية سقراط، سقراط القادسية وسقراط الكرة الكويتية فهد الأنصاري. تصل الآن الكرة، عبد الله عشوان، تمريرة لمشعل ذياب، لاحظ مشعل ذياب إلى أين يتراجع مشعل ذياب ليحصل على الكرة ويكسب خطأ من أمام طلال العامر وفهد الأنصاري، وللمرة الثالثة في هذا اللقاء يسقط مشعل ذياب، قد لا يكون قادرا على استكمال هذا اللقاء رفقة قصلي بقاس. هنا المحاولة لمصلحة مشعل ذياب والمتابعة من فهد الأنصاري على مرتين للمرة الأولى، وبعد ذلك أتت المرة الثانية فسقط مشعل ذياب. خطأ ولا الآن ساقط على أضية الميدان مشعل ذياب ومع جهاز الطبي لصليبخات، كذلك حكم اللقاء عبد الله الكندري ونقاش مع مشعل ذياب، ويستعد صليبخات لإجراء أول تبديل. تبديل، إذن تبديل لمصلحة صليبخات، يستعد للدخول مساعد عبد الله، الظاهر أمامك على الشاشة، إذا مساعد عبد الله قد يكون بديل لمشعل ذياب في هذا اللقاء، يعني سيفتقد صليبخات لقائد الفريق ولمهاجم الفريق، كذلك اللي يشكل ثنائي رائع جدا مع بدل المطيري، ويدخل لاعب وسط دفاعي مساعد عبد الله ربما لتأمين النتيجة في تفكير المدرب عماد سليمان ألا تصل النتيجة لأكثر من هدفين. إغلاق المنافذ أمام القادسية والمحاولة على الكرتات المرتدة ليسجل الصليبخات. إذن تبديل الآن، لا تبديل، خروج محمد العنزي وليس خروج مشعل ذياب، خروج مدافع ودخول كذلك لاعب وسط دفاعي. مستغرب محمد العنزي من التبديل، كلنا توقعنا خروج مشعل ذياب اللي سقط أكثر من مرة على أرضية الميدان، لكن اللي خرج بالنهاية هو محمد العنزي ودخول مساعد عبد الله. كرة الآن لمصلحة القادسية، مرور أكثر من رائع سيدوبا ولكن خطأ، وأنا مساعد عبد الله البديل لمحمد العنزي. خطأ لمصلحة الصليبخات، نص ساعة مرت، ربع ساعة متبقية فقط، هنا خطأ لمصلحة الصليبخات، ولا سي على التنفيذ ولا سي كرة طويلة على مجيد طلال. الصليبخات تحسه متوتر متلخبط في الشوط الأول، مساعد عبد الله من أمام، مساعد عبد الله يبعد هذه الكرة، مساعد عبد الله، إيفان يفتك الكرة، الأنصاري تصل في مكان خطي لمصلحة سيدوبا، سيدوبا يحاول يمرر لعبد العزيز المشعان ولكن هذه الكرة تبعد عن طريق عبد الله. عشوان رشيد صوماليا لضاري سعيد، ضاري يحاول انه يمر يلعب التمريره لبدل المطوع، بدل المطوع لضاري مره اخرى ولكن الابعاد من عبد الله عشوان، والى ضربه ركنيه ثالثه لمصلحه القادسيه في هذا الشوط. ابعاد من عبد الله عشوان
ضربة ركنية للقادسية بدل المطوع على التنفيذ، كرة خطيرة من إيفان، ولكن داود الخالدي على مرتين يتصدى لهذه الكرة. لكن بدل المطوع اليوم في مودة، خلاص هو بدل المطوع في مود خاص في هذا اللقاء، يلعب بكل مهارة وكل تغنية وتكتيك وخبث تكتيكي كذلك لبدل المطوع. سجل يصنع ل عبد العزيز المشعان واعطى يعني فرصة ذهبية لإيفان، ولكن إيفان لم يستغل هذه الكرة كما لم يستغل كور أخرى في هذا اللقاء. ولاسي مساعد عبد الله، تصل الكرة الرفاعي مشعل ذياب، مشعل والمتابع من بدل المطوع، وتخرج الكرة لرمية جانبية لمصلحة صليبي خات. هدفين مقابل لا شيء بعد أن كان اللعب سريع في بداية اللقاء. هنا المحاولة الأخيرة من بدل المطوع، وإيفان أضع فرصة خطيرة، هنا عرضية بدل المطوع، والله ما تسمى عرضية، يعني هذه تمريرة تسمى أنت وضميرك يا إيفان، وإيفان يضيع هذه الكرة. ضاري سعيد، فهد الأنصاري، الأنصاري أمام مساعد عبد الله، صوماليا، عبد العزيز المشعان، بدل المطوع، سيدوبا، كرة خطيرة، ولكن تأخر جدا سيدوبا. إيفان كان في مكان غاية في الروعة، إيفان وأمامه مساحة كبيرة، ولكن تأخر سيدوبا في التمرير. خالد محمد إبراهيم يفتك الكرة، تصل الآن محاولة للقادسية، سيدوبا، طلال العامر لرشيد صوماليا اللي يترك الكرة لضاري سعيد. رشيد بدل المطوع، فهد الأنصاري لبدر، تمريرات من لاعبي نادي القدسية، يطالب بخطأ عبد العزيز المشعان، ولكن الكرة تفتك تعود لمصلحة بدل المطيري لمجيد طلال، والكرة إلى خارج أرضية الميدان اللي رمية جانبية لمصلحة القدسية. ضاري سعيد، فهد الأنصاري ناحية بدر المطوع، بدر الآن كرة ومحاولة خطيرة للقادسية، تغيير اتجاه اللعب، ولكن سيدوبا لم يفهم التمريرة من بدر المطوع لتفتك الكرة وتعود لصليبي خات. صليبي خات بدون أنياب، صليبي خات إلى الآن لم يجري أي شيء. إيفان، تمريرة للمشعان، بدران، رد الجميل من عبد العزيز المشعان لبدر المطوع، ولكن بدر المطوع لم يستغل هذه الفرصة. أخيرا إيفان عمل حاجة، إيفان لعبد العزيز المشعان وتسديدة بدر المطوع، ولكن تسديدة بدران إلى خارج أرضية الميدان. إيفان المشعان بنفس الطريقة اللي لعبها لبدر المطوع يعيدها لبدر المطوع، ولكن بدر المطوع تسديدة كانت قريبة جدا من شباك صليبي خات ولكنها إلى خارج أرضية الميدان. تعود الكرة الآن للأنصاري، فهد الأنصاري يرجع الكرة بالخلف لضاري سعيد. القادسية أفضل في كل شيء بعد مرور أكثر من نص ساعة، متبقي فقط 10 دقائق على النهاية. بدل المطوع لعبد العزيز المشعان، يرجعها لبدل المطوع، كرة أخرى لبدران، مراوغة، تمريرة للمشعان، ولكن ظننت أن حكم اللقاء سيحتسب ضربة جزاء لعبد العزيز المشعان، ولكن بطاقة صفراء بابتسامة من عبد الله الكندري لعبد العزيز المشعان. بدل المطوع، لاحظ، يا السلام يا بدر، مهارة، لاعب ثاني بدر المطوع،
لاعب ثاني بدل المطوع، لاحظ شنو اللي ما سواه بدل المطوع في الشوط الاول الى الان. الكور جميله، تمريرات فنيه، صناعه اهداف، تسجيل الاهداف كذلك، مساعده هجوميه وكذلك مساعده دفاعيه. لا لاعب كبير بكل ما تعنيه الكلمه بدل المطوع. جانبيه لمصلحه الغاتسيه، ضاري سعيد، ضاري ضاري سعيد امام اكثر من لاعب. ضاري سعيد، فهد الانصاري، فهد الانصاري، تمريره ممتازه من فهد الانصاري لسلطان العنزي امام مساحه. سلطان العنزي يلعب تمريره لعبد العزيز المشعان، يحاول انه يمر عبد العزيز لفهد الانصاري، طلال العامر، تصل لرشيد صوماليا، صوماليا بدل المطوع، يا سلام، الله الله الله، القدسية القدسية بدل المطوع والقدسية وسيدوبا والثلاثية والصدارة بفارق 5 نقاط. خلاص القدسية، أي شوط وأي روح وأي فنيات ومهارات وتسجيل للأهداف سيدوبا. لكن شوف بدر المطوع نجم المباراة من دون أي منازع، بدر تمريرة افتقد توازنه، عبد الله عشوان وصلت لسيدوبا، باقت داود الخالدي، ثلاثية للقادسية. بدر المطوع يعني بالقدم اليسرى بالقدم اليمنى يصنع، سيدوبا لاحظ يا ايفان كيف تسجل الاهداف، هكذا يقول سيدوبا لايفان ويسجل الهدف الثالث لمصلحه القادسيه. شوط كامل اصفر واسود للقادسيه، 3 اهداف للقادسيه، لا شيء للصليبيخات، 3 القادسيه لا شيء للصليبيخات. لاحظ سيدوبا، اي هدوء امام شباك داوود الخالدي، افتك هذه الكرة. الآن هو بدر يحاول، بدر يمر من لاعبين، بدر ويكسب خطأ، يكسب خطأ بدر المطوع، بدر المطوع يلعب تمريرة ناحية إيفان ولكن حكم اللقاء يعيد تنفيذ الخطأ من مكانه. فهد الأنصاري، بدر المطوع، طلال العامر، طلال العامر لفهد الأنصاري، الانصاري لخالد محمد ابراهيم، خالد محاولة الان للغاتسية، غاتسية يحاول ان يبني الهجمة من الخلف الى الامام، ما شبعوا 3 اهداف والغاتسية ما شبع الى الان. الغاتسية بدال الهدف والهدفين والثلاثة يريد ان يسيطر حتى الرمق الاخير من هذا اللقاء، واذا اتيحت فرصة للهدف الرابع والخامس فلم لا. هكذا قال دالي بورن لأبنائه في هذا الشوط. القادسية بالثلاثية، 40 دقيقة، 5 دقائق فقط على النهاية، 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، والقادسية يفعل ما يريد في الصليبيخات في الشوط الأول. رشيد صوماليا لضاري سعيد، كرة طويلة ناحية فهد الأنصاري، الأنصاري والمتابعة من مجيد طلال، وحكم اللقاء يحتسب خطا للصليبيخات ولمصلحه مجيد طلال. خطا لمصلحه صليبيخات، والسي على التنفيذ وتغيم الرشيدي، اخذ له بطاقه صفراء بعد احتجاجات متتاليه على حكم اللقاء عبد الله الكندري. خالد محمد ابراهيم، سلطان العنزي لعبد العزيز المشعان، تصل الآن الكرة ومحاولة لمصلحة القادسية، مرور من سلطان العنزي، كرة طويلة ناحية إيفان ولكن إيفان في مصيدة التسلل، إيفان في مصيدة التسلل، ورمي أو ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة القادسية، واضح أنه كان في مصيدة التسلل إيفان. ثلاثية للقادسية، الثلاثية إذا ما وجدت اسم بدل المطوع كمسجل للهدف ستجد اسم بدل المطوع كصانع للهدف، سجل الهدف الأول، صنع الثاني للمشعان، وصنع الثالث لسيدوبا. ثلاث دقائق على نهاية
الشوط الأول بين القدسية الصبيخات الأنصاري. الآن يمر الكرة لبدل المطوع، بدل المطوع أمام ولسي، بدل المطوع يحاول يمر من أمام ولسي، بدل المطوع ولكن ولسي يبعد الكرة من أمام بدر المطوع. ركنية لمصلحة القدسية، بدل المطوع، المطوع تمريرة في مكان ممتاز، المشعان عرضية ولكن إيفان لم يستغلها. تصل الآن لسيدوبا، سلطان العنزي طرب في مدرجات القدسية، طرب ومستوى حقيقة يعني يستحق الطرب. لاحظ بدر المطوع ماذا يفعل في صليبيخات، لاحظ بدران ماذا يفعل في صليبيخات في الشوط الأول. رشيد صوماليا، شوف رشيد وين، شوف رشيد وين، لا تزال خطيرة. الله على القدسية، الله يا زعيم يا ملكي على هذا المستوى في هذا الشوط الأول. تسديدة رشيد صوماليا، متابعة بدران، عرضية من بدران ناحية إيفان ولكن المتابعة من دفاع الصليبيخات وتخرج الكرة إلى خارج أرضية الميدان وضربة ركنية للقادسية. القادسية هنا الهدف الأول من بدران، مرور من ثلاث لاعبين، ترويض الكرة، تسديدة بالقدم اليمنى ومباغتة للحارس داود الخالدي، وهنا بدران بالكعب لمن؟ لعبد العزيز المشعان ومن فوق الحارس داود الخالدي، وهنا بدران مجددا وتمريره ناحية سيدوبا، سقوط عشوان، سيدوبا يباغت كذلك الحارس داود الخالدي. ثلاثية للقادسية وضربة ركنية للقادسية ودقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول المليء بالمتعة والإثارة لمصلحة القادسية ولجمهوره. شوط أكثر من ممتاز للقادسية وللاعبي القادسية وجمهوره كذلك. بدل المطوع على تنفيذ هذه الضربة الركنية، نصف دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول، بانتظار صافرة الحكم عبد الله الكندري. تأخرت صافرة عبد الله الكندري، الآن تأتي يلعب التمريرة بدل المطوع، تصل لبدل المطوع يلعب التمريرة، سيدوبا يرجعها ناحية من؟ رشيد صوماليا أو بدل المطوع، طلال العامر، رشيد صوماليا يغير اتجاه اللعب ناحية سلطان العنزي، أمامه مساحة، سلطان يتقدم، كرة الآن ومحاولة لمصلحة القادسية، عرضية تمر والمتابعة من المساعد عبد الله، تصل لبدل المطيري، بدل المطيري كرة طويلة ناحية مشعل ذياب، هنا محاولة خطيرة لمصلحة الصليبيخات، الصليبيخات يحاول مشعل ذياب، يمر مشعل ذياب أمام أكثر من لاعب ولكن الكرة طالت على مشعل ذياب. كان يعني من الممكن أن يمرر لبدل المطيري اللي فتح له ولكن ما مررها مشعل ذياب، خرجت الكرة. القادسية ثلاثية، نواف مرتاح في مرماه، رشيد صوماليا، طلال العامر، سيدوبا سوما لطلال العامر، سيدوبا يمر سيدوبا ولكن المتابع من مساعد عبد الله، تصل الآن الكرة لمشعل ذياب، يرجع الكرة بالخلف للرفاعي، محاولة لمصلحة الصليبيخات، تصل لمشعل ذياب، مشعل ذياب كرة عرضية من مشعل ذياب ناحية كوليبالي ولكن الإبعاد من خالد محمد إبراهيم. سلطان العنزي يلعب كرة طويلة ناحية عبد العزيز المشعان، يحاول انه يمر ويكسب خطأ من امام عبد الله عشوان، خطأ لمصلحة القادسية. خالد محمد إبراهيم، صوماليا لضاري سعيد، تبادل الكرات بين لاعبي القادسية، طلال العامر، تمريرة ممتازة، ضاري سعيد لسيدوبا، كرة محاولة قد تكون خطيرة الآن، لمصلحة القادسية. سيدوبا بدل المطوع، مر بدل المطوع، تقدم بدل المطوع، غير اتجاه اللعب يا ولد يا فنان، لناحيتان إيفان يحاول، إيفان
إيفن أكثر من فرصة من إيفن، أكثر من فرصة إيفن أخرها وأضاع فرص. وحكم اللقاء عبد الله الكندري يعلن عن نهاية الشوط الأول بين القدسية وصليبخات ونجم الشوط الأول ونجم المباراة من دون منازع ونجم الكرة الكويتية بدل المطوع سجل هدف، صنع هدفين للظهر أمامك عبد العزيز المشعان ولي سيدوبة. القدسية 3 أهداف لصليبخات لا شيء. أعود الآن بالصوت والصورة للزميل حامد الشمري ولضيوفه الكرام. زميلي حامد تفضل الصوت والصورة معك. شكرا للزميل حامد الشمري ولضيوفه الكرام. انساتي سادتي مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة كويت سبورت، عودة مجددا واحداث الشوط الثاني في الجولة 20 من لقاء القادسية وصليبخات في استاد نادي الكويت في كيفان. شوط اول انتهى بثلاثية مقابل لا شيء لمصلحة القادسية، بدل المطوع سجل الهدف الاول وصنع الثاني للمشعان والثالث كذلك لسيدوبا. تبديلين للقادسية في بداية الشوط الثاني، خروج رشيد صوماليا ودخول لحسين فاضل وكذلك دخول لي حمد أمان. تبديل الثالث قد يجري يعني بعد الدقيقة 60 ودخول محمد الفهد المتألق بالفترة الأخيرة بجانب القادسية، جانبية لمصلحة القادسية. تصل الكرة الآن مشعل ذياب، يحاول أنه يمر مشعل ذياب، تفتك الكرة، تعود عشوان يحاول انه يمر ولكن يخرج الكرة معاه عشوان لترجع للقادسية عن طريق الرمية الجانبية. عبد العزيز المشعان لحمد امان الانصاري، يرجع الكرة لحمد امان، يحاول انه يمر، مر حمد امان واكتسب خطأ من امام مشعل اذياب. خطأ لمصلحة حمد امان، عاد من امام مشعل ذياب، مر وعرقله مشعل ذياب وبعد ذلك اتى الخطا لمصلحه القادسيه. خالد ابراهيم، سيدوبا، سلطان العنزي، كره طويله ناحيه ايفان ولكن خطا على ولسي مدافع المحترف بصفوف صليبخات. صليبخات سيتم في مركزه التاسع، القادسية كذلك سيتم في مركزه كمتصدرا لدوري فيفا ولكنه سيبتعد أكثر وأكثر عن أبرز الملاحقين الكويت والسالمية بفارق 5 نقاط. الكويت لعب لقاء أقل من القادسية والسالمية، يعني في حال انتصر الكويت في لقائه الأقل من القادسية والسالمية سيصل الفارق لنقطتين وستحصل لصالة الإثارة في لقاء القادسية والكويت لقاء الإياب. هنا كرة ومحاولة للقادسية ولكن تخرج الكرة وتعود للقادسية عن طريق ضربة ركنية للقادسية. ضربة ركنية لمصلحة القادسية. بدر المطوع على التنفيذ، بدر يلعب كرة طويلة ناحية الأنصاري ولكن الكرة طول على الأنصاري بعد ابعادها من مساعد عبد الله لتعود للقادسية عن طريق رمية جانبية. مساعد عبد الله البديل الوحيد في صفوف صليبخات بعد خروج محمد العنزي ودخوله بديلا لمحمد العنزي. عماد سليمان المدرب المصري واللاعب الكبير يملك تبديلين
وداليبور يملك تبديل وحيد فقط، أو يملك نعم تبديل وحيد فقط بعد دخول حسين فاضل ودخول كذلك لحمد أمان. كرة الآن لمصلحة الصبيخات، مجيد طلال، مجيد يحاول وخطأ يحتسب حكم اللي قال لمصلحة مجيد طلال على سيدوبا حسين فاضل القادم من الدوري الإماراتي دوري الخليج العربي مجددا للقادسية بعد احتراف في الوحدة وعودة مجددا للقادسية. سلطان العنزي بعاد الكرة، الرفاعي، ولسي، كوليبالي، كوليبالي يحاول انه يفتك الكرة، تبادل الكرات بين لاعبي القادسية، خالد محمد ابراهيم يلعب التمريره الطويله ولكن تعود سهله لدفاع الصليبيخات، وعن طريق الظهير الايسر مجيد طلال، مجيد مساعد عبد الله، عبد الله عشوان لحارس مرمى داود الخالدي، داود الخالدي يمرر الكره لولاسي، ولاسي يطالب بخطا من امام عبد العزيز المشعان، تصل الكره الان طلال العامر المشعان لإيفن، إيفن يحاول أنه يمر ولكن بسهولة تفتك الكرة من أمام إيفن، تصل لمشعل ذياب، مجيد طلال، كرة طويلة من مجيد طلال إلى خارج أرضية الميدان. خمس دقائق مرت على أحداث الشوط الثاني، لا تزال نتيجة الشوط الأول بثلاث أهداف للقادسية مقابل لا شيء للصليبيخات. الصليبيخات إلى الآن بعد مرور يعني بداية الشوط الثاني من دون أي ردة فعل كما جرت العادة في الشوط الأول. عشوان افتكاك كرة ممتاز من سلطان العنزي، تصل الآن كرة خطيرة لمصلحة القادسية، المشعان عبد العزيز المشعان ناحية بدل المطوع ولكن التغطية من مجيد طلال، مجيد طلال بكل خبرة يغطي على الكرة الأخيرة ويبعدها من أمام بدل المطوع، وتصل الكرة لحمد أمان، حسين فاضل لخالد إبراهيم، خالد لحسين فاضل، خالد إبراهيم وحسين فاضل ورشيد صوماليا، القادسية يمتلك كوكبة من اللاعبين، أكثر من لاعب في أكثر من مركز، يعني القادسية بمن حضر في حال إصابة أي لاعب ستجد البديل في القادسية. حتى سلطان العنزي اللي اعتاد أن يلعب في خط المنتصف تجده كظهير أيسر يقدم مستوى لا بأس فيه رفقة الغاتسي. مجيد طلال وخطأ يعلن عنه الحكم عبد الله الكندري لمصلحة الصليبيخات. مجيد طلال يترك الكرة لمساعد عبد الله أو لي عبد الله عشوان اللي أخطأ في الهدف الثالث بعد تمريرة بدل المطوع لسيدوبا، أخطأ عبد الله عشوان وصلت لسيدوبا سجل الثالث للمصلحة القادسية. ثلاث أهداف ثلاث نقاط إلى الآن لمصلحة القادسية في ظل هذا اللعب العشوائي لنادي الصليبيخات، يعني الصليبيخات يحاول أنه يجاري على الأقل القادسية ولو بهدف. تصل الكرة الآن حمد أمان، إيفان لبدل المطوع، بدل المطوع تمريرها لعبد العزيز المشعان، عبد العزيز أخرها، عبد العزيز يمررها لبدل المطوع ولكن الراية موجودة على بدل المطوع، راية موجودة على بدل المطوع، كان في مصيدة التسلل عبد العزيز المشعان تأخر في تمرير الكرة لبدر. أمامك يعني كان واضح ان بدل المطوع كان في مصيدة التسلل. مجيد طلال لعبد الله عشوان، عبد الله عشوان حاول ان يجد احد زملائه في مركز مناسب لتمرير هذه الكره، يلعب كره طويله تفتك من دفاع القادسيه، تصل الان للقادسيه. كره الان مع القادسيه، سيدوبا يمرر الكرة، تصل الآن محاولة خطيرة للقادسية
بدل المطوع، ولكن ولسي تفوق على بدل المطوع في هذه الكرة، تصل لكوليبالي، كوليبالي لا تزال الكرة مع كوليبالي، كوليبالي من أخطر اللاعبين في صليبيخات، كوليبالي يلعب التمريرة على الرواق الأيسر، تصل لكوليبالي مرة أخرى، كوليبالي يحاول أنه يمر من أكثر من لاعب، يمر الكرة ناحية الرفاعي، ولكن المتابعة من سلطان لعنزي، وتصل الكرة لعبد العزيز المشعان، الأنصاري لطلال العامر، سيدوبا، سلطان لعنزي، سلطان يلعب الكرة والتمريرة ناحية إيفان، ولكن إيفان في مصيدة التسلل، راية على إيفان، ولاسي لعبد الله عشوان، مجيد طلال، مجيد لمشعل ذياب، مشعل مساعد عبد الله يرجعها لمجيد طلال، يبحث عن ثغرة الصليبيخات، ولكن القدسية صعب جدا، تصل الآن لبدل المطوع، كرة ومحاولة خطيرة لمصلحة القدسية، تصل التمرير الآن لعبد العزيز المشعان، يحاول انه يمر المشعان واحد على واحد، يوقف على كرة المشعان، مر المشعان، كرة خطيرة لمصلحة القدسية، المشعان والتصدي، تصدي ممتاز للحارس داود الخالدي، كرة ممتازة من عبد العزيز المشعان، وتصدي، تصدي للحارس داود الخالدي. أمامك الإعادة لتسديدة عبد العزيز المشعان ولتصدي داود الخالدي. بدل المطوع يلعب التمريرة، تعود لبدل المطوع، المطوع كرة عرضية تصل الآن، محاولة خطيرة ولكن تبعد من دفاع الصليبيخات، مشعل ذياب مرتدة الآن لمصلحة الصليبيخات، كوليبالي يلعب كرة طويلة ناحية الرفاعي، الرفاعي مر، الرفاعي يلعب الكرة خلف خالد محمد إبراهيم، ولكن خالد إبراهيم اكتسب الخبرة، خالد إبراهيم بفريق بحجم القدسية وبلاعبين مثل اللاعبين متواجدين بالقدسية اكتسب الخبرة، غلطة على الكرة وأبعد الخطر عن شباك حارسه نواف الخالدي. تصل سودوبا، سلطان العنزي ناحية بدل المطوع، يتركها بدل المطوع لعبد العزيز المشعان، ولكن تغطية من عبد الرحمن الرفاعي لتصل الكرة لي عبد الله عشوان. شوط أول كان ممتاز ورتم سريع جدا، شوط ثاني الرتم قل بعد تسجيل القادسية لثلاث أهداف، الصليبيخات من دون ردة فعل، يحاول أن يجد ثغرة في دفاع القادسية ليعود في هذا اللقاء كوليبالي. بدل المطوع سيدوبا، والتغطية تصل الكرة لمصلحة صليبيخات، اتغيم لعبدالله عشوان، أكثر من لمس الكرة في صليبيخات عبدالله عشوان المدافع بصفوف صليبيخات، مساعد عبدالله، كرة طويلة ناحية مجيد طلال، ترويض الكرة من مجيد، مجيد طلال يحاول ولكن خطأ على مجيد طلال، أو الكرة عدت الخط، نعم الكرة عدت وخرجت وعادت للقادسية عن طريق رمية جانبية، وإيقاف اللعب من حكم اللقاء عبد الله الكندري. التبديل الأخير إذن للقادسية، سعود المجمد بديلا لإيفان الذي لم يفعل أي شيء مع القادسية في هذا اللقاء، وتيحت له أكثر من فرصة، وداليبور يخرج الآن لدخول سعود المجمد، لم يشرك محمد الفهد في هذا اللقاء ربما لإراحة اللاعب الشاب، صليبيخات في دكة بدلاء عبد الله عيسى، عبد الله العوضي، عبد الله صحن، عبد الله الشمري، وعبد الله الرفاعي، وسليمان العنزي، ومنصور الشمري، وعادل الحداد. قادسية استنفذ تبديلاته، خروج إيفان وخروج كذلك رشيد صوماليا، تصل الآن الكرة سيدوبا، بدل المطوع فهد الأنصاري،
تغيير اتجاه اللعب ناحية سعود المجمد، كرة خطيرة لمصلحة القادسية، سعود المجمد يلعب التمريرة ولكن الكرة تبعد عن طريق الدفاع. القادسية جانبية، عبد العزيز المشعان يتركها أو يمررها لخالد إبراهيم. حسين فاضل غير اتجاه الكرة، سلطان العنزي لعبد العزيز المشعان، تمريرة ممتازة لسلطان العنزي، الآن كرة خطيرة لمصلحة القادسية، عرضية هدف، هدف، كرة في الجول، 4 أهداف للقادسية، رباعية للقادسية، وأي تبديل لداليبور، دخول لسعود المجمد، دخل ليسجل سعود المجمد الهدف الرابع لمصلحة القادسية، رباعية للقادسية، لا شيء لمصلحة صليبيخات، 4 أهداف، تبادل كرات ممتاز بين عبد العزيز المشعان وسلطان العنزي. لاحظ سلطان العنزي لعبد العزيز المشعان، تمريرة مجددا لسلطان، سلطان العنزي وجد سعود المجمد، عرضية رأسية من سعود المجمد يصطد لها الحارس داود الخادي، لكن بعد ذلك تسكن في شباك الصليبيخات، 4 أهداف للقادسية، لا شيء للصليبيخات. ساعة مرت، نصف ساعة متبقية، ورباعية للقادسية، و3 نقاط خلاص في استاد محمد الحمد، وفارق 5 نقاط وراحة بعد هذه الجولة لمصلحة القادسية ولجمهوره ومحبيه، والصليبيخات يقبع في مركزه 9. تصل الآن الكرة، عبد الله عشوان لمجيد طلال، مساعد عبد الله يرجعها لمجيد، صليبيخات من دون أنياب، من دون أي فرص، يعني على الأقل فرصة قد تعطي الحماس لهذا الفريق أن يتقدم وأن يزعج دفاع القادسية، لكن صليبيخات لم يزعج دفاع القادسية ولم يزعج الحارس نواف الخالدي في أي كرة، نواف الخالدي إلى الآن لم تصل له أي كرة خطيرة منذ الشوط الأول، وبعد مرور ساعة متبقي نصف ساعة فقط، رباعية للقادسية ولا شيء لصليبيخات. الأنصاري المشعان، كرة طويلة ناحية بدل المطوع، كرة طويلة لبدل المطوع ولكن خطأ على بدل المطوع ولمصلحة مجيد طلال، ويحاول بدل المطوع ونقاش مع الحكم عبد الله الكندري، ولكن الخطأ على بدل المطوع كان واضح أن الشد والجذب بين بدل المطوع ومجيد طلال، وبعد ذلك بالقدم اليسرى لبدل المطوع ضرب مجيد طلال، ومجيد يحاول يشرح للحكم بدل المطوع، وخطأ لصليبيخات، عبد الله عشوان لولاسي، وتفاعل جمهور القادسية، جمهور القادسية أينما ذهب القادسية خلف جمهوره، لذلك صعب أن يهبط مستوى القادسية، يهبط لربما جولة جولتين، يعني 3، يعني بالكثير 5 جولات، لكن القادسية يعود، وهذه من سمات الأبطال، والقادسية كيف لا يملك هذه الصفات وهو صاحب الرقم الأعلى في الحصول على الدوري رفقة العربي ب16 لقب، وكذلك كأس الأمير صاحب الرقم الأعلى ب16 لقب، وكذلك كأس ولي العهد ب8 مرات. وهنا كرة ومحاولة لمصلحة القادسية، عبد العزيز المشعان يحاول انه يمر امام ولسي، عبد العزيز المشعان يرجعها لسيدوبا، سيدوبا عبد العزيز المشعان، كرة ومحاولة لمصلحة القادسية، تصل الان عبد العزيز ناحية سيدوبا ولكن تفتك الكرة وتعود لمرتدة سريعة لمصلحة الصليبيخات، الرفاعي لبدر المطيري، بدر المطيري يحاول انه يمر بدر لكن يرجع الكرة بالخلف ناحية كوليبالي، كوليبالي والتغطية من خالد محمد إبراهيم اللي تجده في كل مكان في هذا اللقاء، الآن مرتدة خطيرة لمصلحة القادسية، بدل المطوع، بدل المطوع، تمرير ناحية المجمد ولكن المتابعة من عبد الله عشوان، وبعد ذلك المراوغة من ولسي، وتفتك الكرة وتعود لمصلحة الصليبيخات.
وكرة إلى خارج أرضية الميدان. قاسية 16 مرة للدوري، 16 مرة لكأس الأمير، وكذلك 8 مرات لكأس ولي العهد، 4 مرات كأس الاتحاد الكويتي، وكذلك 4 مرات لكأس السوبر الكويتي، الدوري العام مرة، وكأس الاتحاد الآسيوي مرة، وكأس الخليج للأندية مرتين. نادي متأسس من 20 أكتوبر 1960، يعني 56 سنة لنادي القادسية ب 52 بطولة، بمعدل بطولة تقريبا في كل موسم. القادسية القلعة الكبيرة، وهذا جمهور القلعة الكبيرة الظاهر أمامك على الشاشة، جمهور القادسية، وكما يحلو لجمهور القادسية منادات نفسهم بصقور الملعب، يحضروا ويساندوا القادسية. هداف القادسية تاريخيا جاسم يعقوب 146 هدف، فيصل الدخيل 141 هدف. مر كذلك على القادسية العديد والعديد من اللاعبين الكبار أمثال حمد بو حمد، جاسم يعقوب، فيصل الدخيل، مؤيد الحداد، عثمان العصيمي، عبيد الشمري، محمد بنيان، محمد إبراهيم، محمد الصالح، عبد العزيز حسن، مشعل السعيد، ونهير الشمري، طارق الجلامة، محمد المسعود، هاني الصقر، وجاسم بهمن. كذلك مر عليه العديد والعديد من المحترفين العرب والخليجيين، محمد سالم العنزي، عادل خميس، سلطان الطوقي، محمد مبارك، فوزي بشير، طلال يوسف، محمد حسين، جهاد الحسين وفراس الخطيب، الأزهر، حاج عيسى، رشيد عمران من الجزائر، محمد الغدميري، مصطفى الخلفي، طارق الخلفي، كذلك سليم بن عاشور، وأرم الحاج، وكذلك العديد من المحترفين الأجانب، كلاوديو كارافايو، بيريرا دا سيلفا، رودريغو، فيرجيليو، أندرسون، بيريرا، رونالد غوميز، غوران، سيرجيو كونسيساو، إيفان ميلوفيتش، ميلادين جوفانيسيك، كونفلو، سيدي تراوري، عمر ديوف، بابا سامبا، أبو كوني، وإبراهيم كيتا. عمر عليه كذلك العديد والعديد من المدربين المخضرمين في القادسية، محمد الحمد، محمد إبراهيم، عمر شندي، عمر خيري، علاء الدين النيازي، صالح زكريا شيخ المدربين، محمد المسعود، بونيرو، فيليب سكولاري مدرب البرازيل في كأس العالم الأخيرة، سيناد كريسبو، برانكو توتاك، ميلان ميلانيتش، بوب كامبل الإنجليزي، ويليام لوشيوس، روليو جونيور، جان كريستو، فوين بوزوفيتش، أنطونيو غاريدو، رون لوين، فولا الإيطالي، غردان غازانين، فيلر، محمد الذاير دراغان، وجورفان فييرا مدرب المنتخب السابق، وفخر الدين، وأخيرا بطل كأس الأمير العام الماضي راشد لبديح. قادسية هذا الموسم أقوى هجوم، 57 هدف، وبعد تسجيل الأربع أهداف على صليبيخات في هذا اللقاء وصل القادسية ل 61 هدف في الدوري كأقوى هجوم من دون أي منافسة. وكذلك القادسية أقوى دفاع، دخل شباكه فقط 10 أهداف. لاعبي الهجوم سجلوا مع أهداف اليوم 33، والوسط 21، الدفاع 3 وهدفين بالخطأ. سجل القادسية 14 لاعب منذ بداية الموسم إلى الآن، بدل المطوع اللي وصل لهدف 15، فهد الأنصاري 7 أهداف، محمد الفهد 7 أهداف، دوريس سالومو كان 5 واليوم صار 6، فيصل عجب 5، أو دور السلام اللي انتقل للعربي 5 أهداف، فيصل عجب 5 أهداف، سيدوبا سوما 5 أهداف اليوم أصبح 6، المشعان كان 4 وأصبح 5، أحمد الظفيري هدفين، صالح الشيخ هدفين، ضاري سعيد هدفين، سعود المجمد كان هدف واليوم سجل هدف الثاني، خالد إبراهيم، سطال العنزي، إيفان هدف لكل منهم. أهداف القادسية دائما يعني حقيقة ما تأتي بصناعة، أحمد الظفيري صنع 7 أهداف، بدل مطوع كان 6 واليوم أصبح 8 أهداف صنعهم، سيدوبا صنع 5، المشعان 4، ضاري سعيد 4، سلامو هدفين، القحطاني هدفين، الأنصاري هدفين، طلال العامر هدف،
وصوماليا هدف، وكذلك صالح الشيخ ومحمد الفهد وفيصل عجب وعبد الرحمن العنيزي وسلطان العنيزي بصناعة الهدف المجمد أصبح صانع هدف كذلك. كرة الآن ومحاولة لمصلحة الصليبيخات، خروج هاشم الرامزي ودخول لعبد الله الرفاعي، والجمهور القادسية يشجع بكل ما أوتي بالقوة في هذا اللقاء. القادسية أمتعهم فلا بد أن يردوا الدين للقادسية وأن يشجعوا بكل ما يملكوا. تصل الآن الكرة لمصلحة القادسية، حمد أمان يحاول أن يمر من أمام كوليبالي، حمد أمان يرجع الكرة بالخلف، طلال العامر، القادسية أخرج ضاري سعيد ورشيد صوماليا وإيفن، وأدخل حمد أمان، حسين فاضل وسعود المجمل، عبد الله الرفاعي دخل بديلا لهاشم الرامزي. متبقي تبديل واحد فقط لعماد سليمان، أربعة للقادسية لا شيء للصليبيخات. بدل المطيري تمريرة، الآن كرة ومحاولة خطيرة لمصلحة للصليبيخات، ولكن التمريرة كانت بطيئة لكوليبالي، عادت الآن من حسين فاضل. المشعان سيدوبا، طلال العامر لخالد محمد إبراهيم اللي بدوره لحسين فاضل، وتبادل الكرات بين لاعبي نادي القادسية. القادسية اطمئن على النتيجة، أربع أهداف، يبحث عن الهدف الخامس. عبد العزيز المشعان لبدل المطوع، بدل المطوع يرجع الكرة لعبد العزيز المشعان، كرة ومحاولة خطيرة لمصلحة القادسية، تصل الآن لحمد أمان، حمد يحاول، حمد يلعب العرضية ولكنها تصطد في مجيد طلال قبل أن تخرج الكرة، يلحق بها حمد أمان، لا تزال خطيرة للقادسية، حمد أمان العرضية والمتابعة من عبد الرحمن الرفاعي، وتخرج الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة القادسية. 20 دقيقة فقط متبقية على نهاية أحداث هذا اللقاء بين القادسية والصليبيخات، القادسية أربع أهداف، الصليبيخات لا شيء، وضربة ركنية للقادسية، ومجيد طلال صاغط على أرضية الميدان. حسين فاضل مع سلطان العنزي وتعليماته، لاعب بخبرة حسين فاضل قائد على أرضية الملعب رفقة بدر المطوع، وكذلك نواف الخالدي، لاعبين أصحاب الخبرة، صالح الشيخ. الله على جمهور القادسية في هذا اللقاء، تشجيع تشجيع للقادسية، أربع أهداف، يبحث عن الخامس، لقاء كان مميز للقادسية من كل النواحي، أربع أهداف من دون إصابة أي لاعب، استكمال الصدارة، الابتعاد بفارق خمس نقاط، انتصار بمستوى، القادسية كان الأفضل، تسديدة سيدوبا ولكن الراية كان متسلل، حسين فاضل كان متسلل، تابع تسديدة سيدوبا ولكنه كان متسلل. الخالي مجيد طلال، كوليبالي، مجيد طلال لكوليبالي، يرجعها لمجيد طلال، تبادل الكرات بين مجيد طلال وكوليبالي، مجيد يحاول ولكن افتك الكرة منه حسين فاضل، وحكم اللقاء عبد الله الكندري يحتسب خطأ على حسين فاضل، خطأ كان لتهور، تهور من حسين فاضل، خطأ لمصلحة الصليبيخات. مشعل ذياب على تنفيذ الخطأ، حسين فاضل والتعليمات لخط الدفاع، بدل المطيري كذلك على الكرة، مساعد عبد الله في منطقة 18. الكرة الآن ومحاولة لمصلحة الصليبيخات، مشعل ذياب، عرضية من مشعل ذياب، تصل الكرة والمحاولة، مساعد عبد الله يرجع الكرة، تلعب الآن عرضية خطيرة، ونواف الخالدي، نواف الخالدي تصدي ممتاز من أمام كرة بدل المطيري، مهاجم للصليبيخات اللي كان في مصيدة التسلل، لكن رغم أنه كان في مصيدة التسلل إلى أنه
نواف خالدي تصدى لكرته الأخيرة، خطا لمصلحة حمد أمان أمامك الإعادة والعرضية الممتازة وصلت لبدل المطيري تسديدة، ولكن التصدي من الحارس نواف خالدي. خطأ الآن لمصلحة القادسية. والحكم عبد الله الكندري يعيد تنفيذ الخطأ من مكانه. فهد الأنصاري، طلال العامر الأنصاري لخالد محمد إبراهيم ناحية عبد العزيز المشعان، ولكن خطأ يحتسبه حكم المباراة على عبد العزيز المشعان صاحب هدف خرافي في الشوط الأول في شباك داوود الخالدي. هنا هذا الطفل المحب للقادسية، للقادسية ما قصر معاه في هذا اللقاء، وأهدى بدال الهدف 4 أهداف وفوق الأهداف أهدى متعة وصدارة. القادسية يفرح جمهوره، ولكن السالمية والكويت من الخلف ينتظرون أي تعثر للقادسية للانقضاض مجددا على الصدارة. تصل الكرة الآن لبدل المطيري، بدل المطيري كان أمامه كوليبالي متاح للتمرير، ولكن لعب الكرة لخالد أو لنواف الخالدي. الأنصاري حسين فاضل، خالد إبراهيم لطلال العامر، يمررها لفهد الأنصاري. الأنصاري للمشعان، خالد محمد إبراهيم، استحواذ على الكرة للاعبي القادسية وتبادل الكرة بين لاعبي القادسية من أجل أن يجد القادسية ثغرة أخرى. القادسية يريد أن يسجل الخامس، الصليبيخات منتظر بالخلف يحاول أنه يغطي جميع الثغرات المتواجدة في الدفاع. عندي عماد سليمان مدرب الصليبيخات داخل اللقاء ب5-3-2، يعني كان عنده كثافة كبيرة في خط الدفاع وخط الوسط 8 لاعبين، ولكن القادسية تفوق بكل النواحي في هذا اللقاء. تصل الآن الكرة سلطان العنزي، يمرر الكرة لبدل المطوع، بدل المطوع تصل الآن سعود المجمد، يمررها لسلطان العنزي، سلطان لسعود المجمد، بدل المطوع عبد العزيز المشعان، يفتكها سلطان العنزي، يحاول انه يمر سلطان وخطأ بعد ان اعترض طريق سلطان العنزي. عبد الرحمن الرفاعي يكسب خطأ سلطان العنزي لمصلحة القادسية، خطأ لمصلحة القادسية. وكالعادة المتخصص على التنفيذ بدل المطوع. بدل المطوع خالد محمد، طلال العامر، طلال يمرر الكرة لسعود المجمد، سعود تمريره لسيدوبا خطيره خطيره خطيره، الله على القادسيه، الله على القادسيه، الله 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 الله، خماسيه خماسيه لهذا الجمهور الحاضر، خماسيه للقادسيه في شباك صليبيخات، 5 أهداف و5 نقاط فارق، وقادسية في الصدارة، ابتعد في الصدارة سعود المجمد، دخل ليسجل وبعد ذلك ليصنع الهدف لمصلحة سيدوبا، وسيدوبا يسجل الهدف الخامس لمصلحة القادسية الملكي ب5 أهداف في شباك صليبيخات، خماسية للقادسية، سيدوبا هدفين، المشعان هدف، المجمد هدف، ولا ننسى بدل المطوع هدف كذلك. 5 أهداف و5 نقاط فارق و3 نقاط ومستوى وأداء للقادسية، جمهور القادسية على مستوى الفريق، ويبعث القلق في باقي الفرق المنافسة للقادسية. هنا كرة ومحاولة لمصلحة المشعان والمتابعة من ولسي، تمريرة ممتازة من
عبد العزيز المشعان سيدوبا كذلك بمهارة. يا السلام للمشعان، تصل الآن، ولكن حكم اللقاء عبد الله الكندري يحتسب خطأ على ولسي ويعطيه البطاقة الصفراء وبعد ذلك البطاقة الحمراء، وطرد، طرد لمصلحة صليبي خات، طرد ولسي يغادر اللقاء. 5 أهداف 10 دقائق متبقية وطرد على ولسي بعد أن كان يملك بطاقة صفراء. الآن أتت البطاقة الصفراء الثانية. لاحظ المشعان، أي مهارة من المشعان، تمريرة لسيدوبا، سيدوبا كذلك يراوغ ويستعرض مهارات أمام دفاع صليبي خات. يا السلام، تمريرة لكن بعد ذلك دفعة من ولسي على سيدوبا. لاحظ اللقطة من أكثر من زاوية، مخرج اللقاء يأتيك بها. لاحظ مشعل أو عبد العزيز المشعان، وهنا ولسي يغادر بالبطاقة الحمراء خارج الملعب. صليبي خات ب 11 لاعب ما استطاع يسجل هدف، فما بالك في 10 لاعبين وأمام القدسية اللي بيومه اليوم. القدسية بيومه من كل النواحي، 5 أهداف للقدسية، لا شيء لصليبي خات، وكذلك خطأ لمصلحة القدسية. الله 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 على تشجيع القدسية، جمهور القدسية يعني متعة. هذا اللقاء اليوم كان متعة من كل النواحي، بغض النظر عن الفائز، سواء كان الفائز القدسية أو صليبي خات، لكن شاهدنا مستوى كبير في هذا اللقاء. القدسية أثبت نفسه، سجل بدال الهدف 5، وجمهور القدسية تقريبا منذ بداية اللقاء لم يسكت جمهور القدسية، بل وشجع وساند حتى الرمق الأخير. 10 دقائق فقط متبقية، ولا يزال جمهور القدسية يشجع بفريقه ويدفع بيل للأمام. القدسية طبعا صاحب أكبر نتيجة في دوري فيفا هذا الموسم بعد الانتصار على الجهرة ب10 أهداف، اليوم أتى النصف 5 أهداف في شباك صليبي خات. القدسية صاحب نتائج عديدة هذا الموسم، في الجولة الأولى ضد الشباب 3 أهداف مقابل لا شيء، بعد ذلك خماسية على الساحل مقابل هدفين، انتصر على اليرموك بهدف مقابل لا شيء، تعادل مع العربي بهدفين لهدفين، فاز على الفحيحيل برباعية وعلى السلمية بثنائية، وعلى صليبي خات بالذهاب بهدف، وكذلك انتصر على النصر بسداسية على خيطان 4 أهداف، ولكن واجه الخسارة الأولى في هذا اللقاء الموسم أمام القدسية في هذا الملعب بالذات ب3 أهداف مقابل هدف. انتصر على الجهرة بالنتيجة الأكبر في هذا الموسم 10 أهداف مقابل لا شيء، انتصر بعد ذلك على الشباب بهدفين، على الساحل 4 أهداف، على اليرموك بهدفين، على العربي بهدفين، على الفحيحيل ب3، على السلمية ب4، واليوم ب5. القدسية قطار لا يقف هذا الموسم، يبحث عن اللقب 17 وللانفراد كأكثر فريق في الدوري يحقق لقب الدوري، ليصل إلى الرقم 17، البطولة 17 للدوري للقدسية. هو الآن متعادل مع العربي، العربي كانت أمامه فرصة متاحة العام الماضي ليحصد لقب 17، ولكن تعادل في النقاط مع الكويت، والكويت بفارق المواجهات المباشرة استطاع أن يحرز اللقب، والعربي كان وصيف. العربي هذا الموسم بعيد جدا، كل البعد من محترفين ومن أداء وكذلك من مدربين. في البداية كان المدرب البرازيلي، بعد ذلك أتت اللقاء وأتى بنياك، لم يتغير شيء. العربي يظهر في لقاء ويختفي ب3، ولكن القدسية هذا الموسم، القدسية وكذلك الكويت والسالمية كانوا أفضل من العربي اللي خسر ب3 أهداف أمس من كاظمة. كاظمة أصبح رابع الدوري الآن بعد هذا اللقاء وبعد صافرة الحكم عبد الله الكندري. القدسية في الصدارة، بعد يأتي الكويت، ثانيا السالمية، ثالثا بفارق الأهداف عن الكويت، رابعا كاظمة، خامسا العربي، وبعد ذلك خيطان والساحل والشباب وصليبي خات. وبطاقة صفراء على خالد
محمد إبراهيم لتأخير اللعب بدل مطوع ظاهر أمامك على الشاشة. سلطان العنزي تبديل الأخير، دخول اللاعب عبد الله الشمري، تبديل الأخير للعمدة عماد سليمان. تصل الآن كرة ومحاولة لمصلحة الصليبيخات، تفتك الكرة ولكن قبل ذلك يحتسب خطأ لمصلحة الصليبيخات. الرفاعي مشعل ذياب، مشعل يلعب الكرة طويلة، تصل الآن يتغيم الرشيدي يمررها بدل المطيري لمشعل ذياب. مشعل تصل لعبد الله الشمري ناحية كوليبالي، كوليبالي يحاول انه يمر من امام حمد امان، ولكن حمد امان بتغطية ممتازة يفتك هذه الكرة، يحاول انه يراوغ من امام كوليبالي، لكن كوليبالي كذلك يفتك الكرة، كرة خطيرة لمصلحة الصليبيخات، كوليبالي تمريرة ولكن فدائية من المدافع القادسية يبعد هذه الكرة، تصل الان لمصلحة حمد امان يبعدها مجددا وتعود لمساعد عبد الله. مساعد عبد الله الرفاعي هنا الشمري المشعان، تمريرة خاطئة مشعل ذياب، مشعل ذياب لكوليبالي، كوليبالي يمر كوليبالي ولكن المتابع من دفاع القادسية لا تزال الكرة مع كوليبالي، يمر الكرة ناحية بدر المطيري ولكن تسديدة بدر إلى خارج أرضية الميدان لا تشكل أي خطر على شباك الخالدي. ضربة مرمى للغاتسية وخماسية للغاتسية. نواف الخالدي لسلطان العنزي، سلطان يرجع تمريرة بالخلف لخالد محمد إبراهيم العامر فهد الأنصاري، تمريرة تصل للأنصاري بدل المطوع، بدر لسيدوبا بطاقة صفراء على خالد إبراهيم المشعان، عبد العزيز لبدل المطوع، بدل المطوع تصل للمجمد، المجمد للمشعان، للمجمد مجددا، تصل الآن خطيرة ولكن التصدي من الحارس داود الخالدي اللي منع الأنصاري من تسجيل الهدف السادس لمصلحة القدسية. عشوان مشعل ذياب، مشعل ذياب اتغيم الرفاعي، الرفاعي ولكنها تفتك اقل من خمس دقائق متبقية على نهاية هذا اللقاء بين القدسية والصليبيخات. حمد امان للانصاري العامر، طلال العامر يتقدم، طلال يمررها لسيدوبا، سيدوبا بدوره يرجعها لطلال العامر اللي يلعب كرة طويلة ناحية حمد، حمد أمان وكرة عرضية ومحاولة ولكن يبعدها عبد الله عشوان عن شباك فريقه وتصل إلى ضربة ركنية لمصلحة القادسية. ضربة ركنية لمصلحة القادسية بدل المطوع لحمد أمان الأنصاري، حمد أمان عرضية من حمد أمان ولكن الكرة إلى خارج أرضية الميدان تبتعد عن شباك صليبيخات داود الخالدي. داود الخالدي يلعب كرة طويلة، تصل الكرة بعرض خاطئ، تصل الآن لمصلحة بدل المطوع يحاول من أمام عبد الله عشوان ولكن تغطية من عبد الله عشوان والمتابعة من بدل المطوع لكن بعد ذلك خطأ على بدل المطوع لمصلحة عبد الله عشوان ولمصلحة فريقه الصليبيخات.
خطأ لمصلحة صليبيخات. كوليبالي، ولكن الكرة طالت على كوليبالي، تصل لرمية جانبية لمصلحة الغاتية. فهد الأنصاري لطلال العامر، طلال لبدل مطوع، صارت خطيرة الآن لمصلحة القادسية، ولكن المتابعة تصل الآن. المجمد يرجع الكرة بالخلف ناحية سلطان، سلطان العنزي، المجمد يرجع التمريرة بالخلف ناحية حسين فاضل، حسين فاضل لسيدوبا، تفتك الكرة الآن خطيرة لمصلحة الصليبيخات، قد يستغل الصليبيخات هذا الخطأ، تصل التمريرة ولكن تمريرة خاطئة. حتى بالفرص اللي قد تنتج عن فرصة لمصلحة الصليبيخات لم تستغل من لاعبي الصليبيخات في هذا اللقاء. الصليبيخات يملك أكثر من هذا المستوى كما أظهر لنا في الجولات الماضية، ومنذ العام حقيقة الصليبيخات كان يقدم كرة جميلة، ولكن في هذا اللقاء الصليبيخات لم يقدم أي شيء يشفع له، لأن يعني إباقة القادسية ويسجل. تصل الآن الكرة حمد أمان، تصل للأنصاري، الأنصاري سيدوبا، تصل الآن المشعان، المشعان مر، المشعان واحد على واحد، المشعان يحاول تسديده، تصطد، تصل للأنصاري، ولكن المتابعة والإبعاد من دفاع الصليبيخات. الشمري يحاول أنه يبعد الكرة، تصل للمشعان، تمريرة من المشعان، تصل للمجمد سعود، المجمد للمشعان، المشعان لبدل مطوع أمامه مساحة، بدل مطوع يمررها لحمام الأمان، كرة خطيرة، ولكن المتابعة من مجيد طلال اللي يبعد الخطأ عن شباك فريقه. انتهى الوقت الرسمي في هذا اللقاء، 90 دقيقة انتهت. القادسية 5 الصليبيخات 0، والحكم الرابع جاسم جعفر يعلن عن دقيقتين وقت بدل ضائع في هذا اللقاء بين القادسية والصليبيخات. تصل الآن مشعل ذياب، تصل محاولة لمصلحة الصليبيخات، بدل المطيري يحاول انه يمر من امام حسين فاضل، ولكن بخبرة حسين فاضل يبعد الكرة من امام بدل المطيري. تصل الآن لطلال العامر، عبد العزيز، المشعان لسلطان العنزي، كرة ومحاولة للقادسية، تصل الآن لبدل مطوع، صارت خطيرة الآن، بدل مطوع يحاول انه يمر، بدل مطوع مر، بدل مطوع الى المجمد، المجمد لبدل مطوع، سداسية، لا 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 لا، تصدى لها الحارس داود الخالدي، لكن قبل ذلك بدل مطوع كان في مصيدة التسلل. لاحظ امامك الإعادة، بدل مطوع والمجمد والتمريرة ربما فيها شك، ولكن زملاء في الاستديو سيعوضون اللقطة مما لا شك فيه. تصل الكرة مجددا للقادسية عن طريق رمية جانبية، سلطان العنزي لعبد العزيز، المشعان يحاول النيمر، يرجع التمريرة بالخلف لسيدوبا، سيدوبا ناحية حسين فاضل، وحسين فاضل بدوره ناحية فهد الأنصاري، ولكن حكم اللقاء عبد الله الكندري يعلن عن نهاية أحداث هذا اللقاء ضمن الجولة 20 من دوري فيفا. القادسية في استاد الكويت ينتصر على الصليبيخات بخمس أهداف مقابل لا شيء، بدل مطوع سجل، سيدوبا سجل هدفين، المشعان كذلك سجل، والبديل سعود المجمد سجل الهدف الخامس لمصلحة القادسية. القادسية في الصدارة يبتعد عن الكويت والسالمية بخمس نقاط، إذا لم يبقى لي الكثير نعود الآن للاستديو التحليلي رفقة زميل حامد الشمري وضيوف الكرام. مبروك للقادسية زميلي حامد الشمري، تفضل الصوت والصورة معك.